كنت طفلة خائفة حينها، واليوم أصبحت أماً خائفة أكثر. هكذا وصفت امرأة لبنانية ما تشعر به وسط استمرار التصعيد بين إسرائيل وحزب الله والذي يذكرها بحرب عام 2006. سكان عدد من القرى في منطقة البقاع في لبنان عاشوا ليلة مروعة بعد غارات عنيفة شنتها طائرات إسرائيلية الاثنين 19 من أغسطس، مستهدفة ما تبين أنه مخزن للمقذوفات الصاروخية لحزب الله. الغارة أدت إلى انفجار مخزن الأسلحة وتطاير الصواريخ والمقذوفات نحو المناطق المحيطة لنحو 4 ساعات متوالية، ما أسفر عن إصابة 11 شخصاً وفق وزارة الصحة اللبنانية. الجيش الإسرائيلي أعلن أن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت على عدد من المخازن لتخزين الوسائل القتالية التابعة لحزب الله في منطقة البقاع في عمق لبنان. الواقع أعاد تسليط الضوء على المخاطر التي يعيشها المدنيون في لبنان، خاصة في أماكن نفوذ حزب الله على مقربة من مخازن سرية لصواريخ وأسلحة تابعة للميليشيا المدعومة من إيران. أحد سكان المنطقة وصف لموقع الحرة ما حدث بأنه أشبه بانفجار بركان، لا أحد يعلم أين ستصيب حممه المتطايرة. يفرض القانون الإنساني على الأطراف المتقاتلة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية ما تحت سيطرتها من سكان مدنيين من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية. ولطالما شكل ملف تخزين حزب الله لأسلحته في مناطق مدنية مادة لتجاذب وخلاف محلي لبناني. مؤخراً نشرت صحيفة التلغراف البريطانية تقريراً قالت فيه إن حزب الله يخزن كميات هائلة من الأسلحة والصواريخ الإيرانية في المطار المدني الرئيسي في بيروت. في المقابل نفى لبنان رسمياً تلك الاتهامات وأقام جولة للإعلاميين ولمن يريد من سفراء الدول الأجنبية في باحات مطار بيروت وقاعاته ومخازنه للتأكيد على خلوها من أي مخازن عسكري. الخبير العسكري خالد حمادة قال لموقع الحرة إن هناك خرقاً للقوانين الدولية من الجانبين، من جانب حزب الله الذي يخزن أسلحة في أماكن مدنية، ومن جانب إسرائيل التي تقصف مناطق مدنية بذريعة وجود أهداف عسكرية لحزب الله. ودائماً ما تطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر باتخاذ أقصى الاحتياطات المستطاعة خلال الحروب لتجنيب المدنيين آثار العمليات العسكرية.